على هذا الخبر بينضم لي عبر الهاتف سعادة السفير رقا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية سابقا. سعادة السفير، أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. كيف ترى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند؟ في الحقيقة زيارة مهمة لأنها زيارة رسمية، على عكس المرة الماضية اللي في صحف أكتوبر كان بيحضر المؤتمر الهندي الأفريقي. فكانت زيارة خاصة ب يعني المؤتمر ولقاءاته مع المسؤولين الهنود كانت على الهامش الزيارة. أما هذه المرة فهي زيارة دولة باستقبال رسمي بمراسم رسمية يرافقه رجال أعمال المصريين الذين يتعاملون مع الهند. الهند لها استثمارات ضخمة في مصر حوالي أكثر من 3.5 مليار دولار. لهم 25 شركة هندية بيور يعني صافية هندية و27 شركة مشترك مع مستثمرين مصريين في عدة مجالات، مجالات صناعية خاصة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، صناعة الأغذية الزراعية، صناعة أدوية، صناعة البرمجيات. وهم عاوزين يقيموا مصنع للبرمجيات كبير في برج العرب. واحنا عارفين تطور الهند في القطاع ده عامل ازاي، يعني نقل الهند نقلة تانية. الهند انتقلت 3 انتقالات. احنا كنا ماشيين بالتوازي في الستينات، كنا ماشيين مع الهند بالتوازي وكنا سابقين كوريا الجنوبية. ما اعرفش يعني لأسباب عديدة ليست منطقية ان احنا، لان كوريا الجنوبية في حالة حرب، وانا خدمت في كوريا الشمالية وشفت الحرب اللي بينهم. ومع ذلك كوريا الجنوبية انضمت إلى أكبر 20 دولة اقتصاديا في العالم. الجنوبية كوريا الجنوبية طبعا. ما في قمة 20 احنا رايحين ضيوف، يعني احنا رايحين عشان يعني الصين رأت ان مصر ليست اقل من جنوب افريقيا، فعشان كده في الزيارة يعني جنوب افريقيا ايضا عضو باعتباره عضو في مجموعة البريكس. فعلى اي حال خلينا في الهند. فالهند كان يعني احنا ماشيين بالتوازي مع الهند. الهند في سنة 68 قررت انها تكتفي اكتفاء ذاتيا بالحبوب وبذات القمح. على سنة 88 كان عندها اكتفاء ذاتي، وبداية التسعينات بدأت تصدر. واحنا كمان زي ما انت شايف حتى مسألة الفساد في القمح ما احناش عاوزين نحلها حل جذري. على اي حال هم ايضا بالنسبة للبرمجيات، احنا كان عندنا في عهد الرئيس الاسبق مبارك كان في مجموعه بيقودها الدكتور احمد نظيف قبل ما يبقى رئيس وزراء، بغض النظر يعني عن خلافاتنا معاه وان هو فشل سياسيا، ولكن هذا الرجل كنا نستطيع ان احنا نتركه في مجال البرمجيات ونبقى بالتوازي مع الهند. للاسف لا، يعني ما حصلش. هم صادراتهم البرمجيات تتعدى 18 مليار دولار سنويا. يا فندم يكفي ان يعني وادي السيليكون اللي موجود في امريكا، الامريكا بتفتخر بيه وهو يعني مكان صناعه التكنولوجيا، 3/4 اللي موجودين فيه من الهند، فيعني أيوة حاجه رهيبه للغايه. عاوز اقول لك هم ازاي قدروا انهم يستثمروا حاجتين، الخطه الاستراتيجيه الثابته والمستمره والتعديلات اللي تتم فيها للاحسن وليس الرجوع الى الوراء. نمرة 2 استخدام القوة الناعمة في الهند لانها بلد المليار نسمة. انا عجبني جدا الجزئية دي يا فندم، مليار نسمة بالشكل من 90 مليون. انا كنت هقول الجزئية دي يا فندم، مليار نسمة اللي هم 1000 مليون، تعد المليون كده 1000 مرة ألف ومش مليون. بيقولوا عليهم ازمة سكانية، احنا كنا لا. بنقول علينا ازمة سكانية، لا هم هي ازمة ادارة. هم عملوا برنامج سكاني لدرجة ان هم كانوا بيعملوا يعني ازالة الخصوبة من الرجال تطوعا، اللي بيخلف ولدين او 3 بيتطوع وبيزيلوا الخصوبة. فيعني هم عملوا برنامج ربما يكون يعني وفقا لتقاليدهم ماشي، ان كان ازالة الخصوبة بالنسبة للرجل او المرأة اللي خلفوا ولدين او 3. فاحنا يعني في مجال البرمجيات، في مجال الحبوب، الحبوب وبالذات القمح، في مجال الصناعات الصغيره والمتوسطه والثقيله، هم عندهم حاجه شبيهه بصندوق التنميه الاجتماعيه عندنا. صندوق التنميه الاجتماعيه في الهند عمل انجاز غير عادي،
وعلى فكره وفي بنجلاديش. ده زي الصندوق الاجتماعي للتنميه اللي عندنا؟ بالظبط بالظبط. ده في الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر. الدوله نفسها بتشجع بقى الصناعات المتوسطه والصناعات الثقيله. شركه تاتا رغم ان اسمها تاتا يعني خطوه خطوه لكن هي الاسم هندي تاتا. شركه تاتا لصناعه السيارات وصلت الى انها بقت شركه عالميه. يعني والرئيس قابل المدير التنفيذي للشركه لانهم عاوزين يعملوا عندنا يعني تجميع سيارات وعندهم يعني امكانيات ضخمه جدا. طب المشروعات الكبيره يعني بتقوم بها الدوله المشروعات العملاقه، انا يهمني المشروعات الصغيره والمتوسطه، ازاي نقدر نقوم بالجزئيه دي خاصه حضرتك بتقول ان الهند كانت بتعتمد عليها بشكل كبير. انا بتضايق بشكل شخصي كمصري لما اشوف الامور البسيطه اللي موجوده في الشارع صناعه تركي وصناعه صيني، امور تافهه للغايه وكنا بنصدرها او كنا بنصنعها في السابق. شوف هقول لك حاجه، يعني انا اشتغلت في المانيا مرتين. الاقتصاد الالماني معتمد على الصناعات الصغيره والمتوسطه. الصناعات العملاقه دي بتعتمد على هذه الصناعات لتغذيتها بالصناعات الصغيره. بكل المكونات الصغيرة بتاخدها من هذه الشركات. في تكامل، في استراتيجية. يعني انت الاول بتعمل استراتيجية صناعية متكاملة. احنا عندنا صناعات عملاقة، عندنا صناعة الغزل والنسيج، صناعة عملاقة نستطيع ان ننافس بها تركيا. دي كانت بالنسبة لنا في المرتبة العشرة. النهاردة بنجلاديش ده ما اتمناه، بس لو حضرتك زيارة يعني عملية على ارض الواقع لاي محل، اي محل حضرتك تختاره، انا عارف انا عارف انا رحت انا انت ما الملابس التركي أنا موجوده. انا اساسا يعني رغم من اقتصاد وعلوم سياسيه انا اهتمامي بالاقتصاد بالدرجه الاولى، رغم ان انا قسم علوم سياسيه، لكن اهتمامي بالاقتصاد لان ده هو العمود الفقري لاي دوله. طبعا طالما انا بعتمد على الاخرين خلاص يعني ما عنديش حريه قرار. فانا لازم انا مجموعه الغزل والنسيج اللي عندي ده استطيع النهارده اشوف في كلام من رئيس الوزراء ومن الحكومه ان هم هينموا الصناعه دي وهيوقفوا على رجلها في الفتره اللي جايه. اتمنى انا بقى أتمنى. نرجو هذا طبعا. اللي احنا نقدر نستفيده من الهند حاجتين، ان يكون عندنا النفس الطويل لان هم عندهم قدروا ان هم في الطاقه النوويه وصلوا لمجالات يعني طبعاً. معتمد على الذات العسكريه وللاغراض السلميه وكل الاغراض احنا نستطيع ان نستفيد منهم. في مجال البرمجيات نستطيع ان احنا نستفيد منهم. في مجال الزراعة، مجال اللي هو ازاي الزراعة الكثيفة، لان احنا عندنا اهدار للاراضي، ما بنزرعش زراعة كثيفة. الزراعة الحديثة اللي هي بتعتمد، انا دور الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة اختفى. كان الهيئه المركزيه للارشاد الزراعي في وزاره الزراعه، انا بكلمك على اساس مراتي مهندسه زراعيه، فكان ده قطاع في غايه الاهميه لان كان بيرشد الفلاح وبيعلمه ازاي يحسن محصوله وازاي من خلال التعاونيات. كان كل جمعيه تعاونيه فيها مرشدين ثلاثه زراعيين اي حد. فاحنا الزياره لها جوانب اقتصاديه وجوانب سياسيه وجوانب امنيه. والجوانب الاقتصاديه والسياسيه والامنيه في رايي اهم من الجوانب السياسيه، لان الهند يعني ما لهاش دور فعال الا في المنظمات الدوليه في المسائل السياسيه. هي ما بتقومش بمبادرات في المسائل السياسيه وما هيش يعني بتورط نفسها الا في المنطقه المحيطه بها. الهند وباكستان، قصدي باكستان وبنجلاديش وافغانستان والصين، ده اهتمامها الاكبر، ومنطقه الخليج لانها بتعتمد على البترول من منطقه الخليج، وهي الان بعد الصين اكبر دوله. هي بتفكرني بامريكا يا فندم قبل الحروب العالميه، طبعا كانت منغلقه على نفسها بتبني نفسها وملهاش علاقه بالخارج. لا هي مش منغلقه لكن نوعا ما يعني لا غير متورطه. في فرق بين الانغلاق وعدم التورط. فعلى اي حال فاحنا يعني للاسف الشديد ابتعدنا عن الهند في فتره الرئيس مبارك. اتمنى ان تكون زياره الدوله دي يعني هي بادره ان احنا نستفيد ونفيد بالتاكيد يعني، ولكن نستفيد اكتر من الهند في خاصه في التكنولوجيا البرمجيات. اتمنى ان احنا ما نوقعش اتفاقيات ونفرح بيها، انما نوقع اتفاقيات وننفذها.
معاك في الرجاء ده. انا معاك بالتاكيد يا استاذ السفير. تمام. السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجيه سابقا، جزيل الشكر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. كمان معايا على الموضوع